رايحين اليوم نتكلموا على الحلويات، خاصة الحلويات التقليدية لي غاتو تراديسيونيل اللي ما نبعدوش عليهم في العيد. لازم يكونوا تراك، مقروط، غريبيات، سكار، يعني الحوايج هذو، بقلاوة خاصة اللي جينا عليها مكالمات كثيرة، ونشوفوا الملاحظات اللي راهي توقع فيها بزاف، خاصة المبتدئات نقدر نقول، لأنه كم الناس دوك عادة تصنع الحلوى في الدار، يعني كل واحد راه يخدم حلوته بيدو ويدير حاجات غير خفاف. المقروط هنا كاين مقروط الكوشة، كاين مقروط المقلة، وكل واحد شي يبغي يدير، كل واحد ومنطقته، كل واحد يحب يجرب. معليش هذه تجربة تاع العيد. هنا كي نروح نديروا المقروط، كاين الحشو تاع اللوز، وكاين الحشو تاع الكاوكاو، كاين حشو تاع التمر. هنا نقول بلي تبعوا الملاحظات تاع اليوم، اغلبها ملاحظات، انه كي ندير المقروط كي نروح نشري السميد، كاين نوعيات تاع مقروط، كاين يتطلب سميد خشين، كاين يتطلب يعني تشيشه، كاين يتطلب نوعيه متوسطه ماشي رطب، متوسط. ولكن دوكا كاينين الاسواق تاعنا معمرين بالسميد، بلي مارك تاع السميد. كي تروحي تختاري السميد، معليش سقسي البائع، سقسي الناس، سقسي اهل الاختصاص، انه واش من سميد ناجح نخدم به، لانه كاين قلت بزاف لي مارك. وكي تختاري كي تسقسي، كاين واحد اللي تلقاه متوسط، وكاين تلقاه خشين، مكتوبه خشين، كاين الخشين تاعو متوسط، كاين المتوسط تاعو متوسط. معليش سقسي البائع وراه السميد اللي تديه الناس، خاصه كاين يعني حلواجيات ولا سيدات تروح تشري على بائع تخدم به المقروط، معليش سقسي ذاك السيد بالك ربما يعني راح ينفعك، ولا سقسي الناس. تختاري نوعيه مليحه، ما تغامريش بمنتوج جديد، هذه دائما نقولوها خاصه في العيد. معليش فيا ما تفطر نغامر، بصح في العيد دوك واحد الوقت ضيق، ويعني راكم تعرفوا الحوايج هذو، واحد ماهوش راح يغامر بالحلوى. اختاري نوعيه مليحه تاع السميد نتاعك، بعد روحي للسمن. كي تختاري ما تغامريش ثاني، اختاري السمن اللي متعوده عليه، وديري السمن حاجه مليحه. مثلا اذا درتي مقروط، نروحوا المقروط تاع الكوشه، مقروط الكوشه هنا اختاري زوج كيلات سميد يكون يعني متوسط بصح خشين شويه، ماشي رطب، متوسط ومرفود شويه، كما احنا نقولوا شد روحو. ادي منه زوج كيلات، حطيهم في جفنه، وحطي لهم كيله تاع فارينه، حطي عليهم مغرف سكر ورشه ملح، السكر ضروري في المقروط. زوج كيلات سميد يكون مليح، كيله فارينه، ديري لهم مغرف سكر ورشه ملح، وكيله تاع زبده ذايبه، هذيك الزبده مخلطه فيها السمن، فيها مارغارين، وفيها الزيت، تكون ذايبه، ولكن ما تكونش ذايبه 100%، هذيك الزبده تاع حتى يكون الخليط سخون، يكون مرفود شويه، هذاك السائل تاع ليدام. معليش عندك السمن ديري سمن وحده، سمن وزبده خلطي، ودائما دخلي معاهم شويه زيت، كيله دخلي المقادير كامل مع بعض، بسيهم وغطيهم وخليهم من الصباح لليل، ولا من الليل للصباح. ولي ليهم ديري الماء، ديري الماء زهر، خلطي في بول، ما عندكش عبر، يكذب عليك اللي يقول لك عبري ذيك الحاجه في المقروط، غير الا كنتي قدام العبد، يعني قدام الشخص اللي راح يوريلك ويقريك. ولكن كي نشرح لك هكا كبرك ما كاش عبر، على لانه السميد كاين يشرب كاين اللي ما يشربش. ديري الماء، ديري الماء زهر، هذه غدوه من ذاك، وهذاك الماء والماء زهر عطريهم بعطر ماء الزهر، يعطي لك يعني ريحه مليحه. وبداي تشمخي، ولكن الا كانت كونتيتي كبيره ما تشمخيش كاع المقروط، شمخي قيس ما تخدمي قيس حربوش ولا زوج، شمخي مليح. حنايا كيقول لك المقروط ما تعجنيهش، حقيقه ما نعجنوش، ولكن لازم تشوفوا بالعين، يكذب عليكم الكاذب، لازم تشوفي بالعين، انه كي نفوت نشمخ بيدي، نشمخ بيدي في الاول لازم نعرك مليح، ومن بعد خلاص نعطي له هذاك الماء اللي يشربه حقه في الماء باه ما يتفتتش، بعد غي ينطم فم حربشيه، تكوني مجده الغرس تاعك. الغرس هنا لازم عليكم واش ديروا، ما تفوروش الغرس، نقوه برك من العلفه، واختاري نوعيه مليحه، ذاك اللي يجي طري، نحيلو هذاك العلف اللي فيه، دير له قرفه، دير له قرنفل، وقرفه وقرنفل ومغرف لافاني، وحطي الزبده طريه، وركي تعجني تدلكي مليح مليح بالزبده حتى تشوفيها طرا. بداي كي تدخلي الزبده، الزبده تديرك واحد في المغارف في البواطه الكبيره تاع الغرس، ما تخافوش الزبده،
بعد بديت تدلكي بالمزهر، راكي كشغل كشغل في الكسره، دخلي في المزهر وراكي تدبزي كما حنا نقولوا كما الكسره، حتى تشوفي ذاك الغرس تاعك خلاص ولا طري، حربشيه وخليه بجهه قرفه وقرن في اللافاني، عندك تقدري حتى تعطريه بزاز تاع القارص، لازم يكون طري. الغرس كي يدخل للكوشه راح يتعرض لدرجه الحراره راح ينشف، ما لازم وكي ينشف وهو يكون خدمته ناشف، انت راح يجيك الكاطو يابس، يبدا الغرس يتنحى على السميد. دوك انت لازم يكون الغرس تاعك طري، فيه كفايته تاع المزهر، باه كي يدخل للكوشه كي ينشف يبقى طري. هذه ملاحظه الاولى في في الغرس. هنا ومن بعد راكي شمختي درتي حرابش، ديري حربوش عادي، موريه بالمول تاع المقروط، راه كاينين اللي مول على راسهم، موريه بالمول تاع المقروط، قطعي مقروطات وسد فيهم في سنيوة، دخليهم للكوشة، خلي المقروط يحب الكوشة تاع الكسرة، هذه ما يحبش فور تاع تريسيتي، المقروط يحب كوشة يعني النار غازرة، نار سخونة، ماذا بكم يعني يكون ديروه أحسن في الفرن تاع الغاز، يعني تاع اللي نديرو فيه الخبز، يطيب يتحمر مليح مليح. كي يطيب يتحمر مباشرة نغطسيه في العسل، هذا ما كان مقروط الكوشة حطيه ديركت في العسل، هو سخون والعسل بارد، هذا ما كان. هذه هي الوصفة الأولى تاع المقروط والملاحظات. كي حبي ديري الحشوة تاع الكاوكاو، اللوز ولا الكاوكاو، احنا معليش حنا نروحو للكاوكاو لأنه على بالي بلي مقدور اللوز قليل شوية. كي ديروا الكاوكاو هنا بزاف الناس الكاوكاو يحمصوه بزاف، يا ناس خطأ كبير في الكاوكاو، كي تشيروا الكاوكاو الابيض ولا بقشورو كيف كيف، ديروا الفرن تاعكم 100 درجة، كم تعرفوا شنو 100 درجة؟ انه كي ندير يدي ما تحرقنيش الكوشة، ونحسب له ساعة يتحمر في كل مرة تحركيه، هذا هو التحماص الصحيح تاع الكاوكاو. بزاف الناس يروحوا يحمصوا الكاوكاو تاع البقلاوة ولا المقروط ولا تشارك، يتحمص ينحرق في الكوشة يولي احمر ويزيد يدخل للكوشة مع الكاطو، ما تقولك لا الحشوة جاتني يابسة، هذه اللي صارت لي أنا مع المتربيسات، هذه من نتيجة تاع المتربيسات، أني نقول لكم مع أني شايفتها بعيني، أنه الكاوكاو تحرقيه، وزيدي حرقيه في الكوشة مع الكاطو، الكاطو يجيك يابس، بلا بغا ديرلو كيلو زبدة. هنا نحمصوه 100 درجة، أعطيلو وقت واحد الساعة راكي تخدمي في شغلك وراه يتحمص، 100 درجة 120 حتى 150 درجة، حتى تشوفيه قشقش ولا يابس. يدي واحد الساعه ساعه وربع، تشوفي هكا تسمعي الصوت تاعه وخطفي عليك وش خليه لداخل، من بعد كي يبرد طحنيه. هذا هو الكاوكاو تاع البقلاوه تاع الشارك وتاع المقروط واللي نديرو به حوايج واحد اخرين. هذه النصيحه الاولى تاع الكاوكاو. نزيدو نفوتو بعد اللي شفنا المقروط، نديرو كيله تاع كاوكاو مطحون، نص كيله تاع سكر، ونديرو له رشات تاع لافاني، رشه ملح، ونشمخ بالمزهر، ينشف لي المره الاولى نزيد نشمخه مره واحده اخرى ونخدم به عادي. نروح الان بعد اللي شفنا المقروط، نروحوا المقروط تاع المقله. اللي يقلي مقروط المقله ديروا الوصفه تاعكم عاديه، دائما الى كيلت 3 كيلات تاع سميد متوسط نكيلهم فايضين يعني بومبي يسيحوا، يقابلها كيله تاع 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 السمن، ماشي نديرهم مملوطين ممسوحين 3 كيلات وندير كيله تاع السمن، لا لا، مقروط المقله رايح يدخل للزيت لازم السميد يكون فايض على السمن، مثلا كيل كيل حتى يبدا يدفك 3 كيلات بومبي سميد متوسط، ندلهم كيله تاع ليدام ممسوحه، كيله تاع ليدام يعني سمن، مغرف سكر ورشه ملح، نخلطهم مع بعض نبسسهم يريحوا شويه ونولي ليهم، نعاود نشمخهم بالماء والمزهر ونبدا نقلي، ندير في الغرس نتاعي ندير حرابش ونقلي. مقروط المقله ما يتحركش يا ناس، لازم لك الطنجره ما تقلوش في المقله، اقلو في طنجره، والطنجره مليح لو كان يكون عندك ديك الصفايه راهي تباع غير رخيصه يعني برا، شري صفايه يا ربي دير واحد 10000 صفايه تحطيها في الطنجره، حطي المقروط تاعك في الصفايه والصفايه تكوني درتي الزيت تاعك سخنت وتحطيها، المقروط ما يبغيش نار سخونه بزاف، في الاول سخنيها من بعد نقصي لها شويه النار، ماشي نار ميته ولكن متوسطه، هي كي ديري الصفايه مش راح تحركيه لانه مقروط المقله غير دخلي في فرشطه يتفتت ولا المغرف، خليه ينقلى وحده كي من الفوق كي من التحت، يدي الزيت بزاف بصح، هذه هي يعني هي مات العيد لازم شويه مصروف وشويه تعب. حطي في الصفايه تاعك وما يتقلبش، ينقلع على وجه واحد، ينقلع ارفدي بديك الصفاية وحطي في العسل، هكا يندار مقروط المقلة، 3 كيلات فايضين وكيلة تاع ليدام، مغرف سكر ضروري والملح ولافاني، ونشمخهم مليح مليح للصباح ولا
تدي ساعه ساعتي لو تمزل وباش مخي بالمزار وتخدمي مقرط تاعك كيما تحبي الشكل اللي تحبيه. نروحوا للتشارك، قلت نخلص من المقروط نروحوا للتشارك. التشارك هنا لازم انا ما نبدلش لاباط ماجيك، عمري لا نبدل لاباط ماجيك. كيله تاع تعرفوها يعني مطبوعه بلا كيله تاع زيت، كيله تاع حليب، وكيله تاع كيله زيت، كيله حليب، وكيله تاع سمن. هذاك الحليب من الاحسن يكون حليب نوعيه مليحه، راكم تعرفوا شاني نقصد، نوعيه مليحه طايبه وبارده. كيله تاع سمن وكيله تاع زيت، مغرف ملح، وندير مغرف ملح نحط السوائل ونلم بالفارينة. لاباط ماجيك بكري انا كنت نريحها مبيتها، دوك لا لا، راهي ترخي الزيت، قد ما تريح يخرجها الزيت اللي فيها. اعطوها ساعه برك، ساعه ساعتين ما تفوتوش فريجيدار به الزيت اللي فيها، ما تخرجش القاع اللي فيها، ما يخرج ويجيك القاطون بسس. من بعد لميتيها ساعه ساعتين ريحت، اوزنيها تشارك، توزنيه سواء تشارك ولا علاش، توزنيهم حليهم مربع حتى وجهك تشوفيه في الطاوله، يعني حلي مربع وجدي الحشو، حشو تشارك شو هو بزاف. هذا هو الخطا اللي توقعوا فيه، انه كوكو راني نقول ما يتحمرش بزاف. عندي واحد المتربسات دائما يصرى لهم ذا المشكل، دائما يصرى لهم ذا المشكل، انه كي نديرو تروح طبقوا في الدار تحمص الكاوكاو، من بعد تجيب لي الحبه تجيبها ليا بصح تقول لي طبقت كيما درتي لي. من بعد هنا الخطا راهو في الكاوكاو كي يتحمص، قلت لكم يتحمص نار قليله، من بعد كي طحنوه كيلي كيله كاوكاو ونص كيله تاع سكر سكري غلاس ماشي سكر احرش، زوج مغارف تاع ليدام زبده ولا تاع دهان، لافاني وتشمخي بالمزهر. راني يعني شمخته المره الاولى نحطو يشرب هذاك الحشو، زوج دقائق نولي ليه نزيد له شويه تاع المزهر، بهكي يكون انا نحربش فيه ما يكونش يتكسر معايا في الكاطو. كاين اللي يشم خبرك ومن بعد كي تكون يتحربش يبدا يتكسر، هنا راه ناقص مزهر، هذا ما هذا ما كان ناقص برك مزهر. هذو النصائح انني مدهم لكم يعني تاع الخبره نتاعي، كيما كش راني نقري في التلاميذ، راني معاكم اليوم طبقتوهم يعني تنجحوا فيهم، درتوهم هكا كبرك توقعوا في الخطا. هنا شمختي بالمزهر المره الاولى الحشوه، زوج دقائق بلي ليها زيدي لها شويه تاع المزهر تكون شربت، خاصه الكاوكاو اللوز شويه بصح الكاوكاو يشرب، زيدي له المزهر. المهم انا كي نوزن 10 غرام الحشوه تاعي لازم كي نحربشها ما تفتتش، تقعد على حالها من الصباح للعشيه. كي حربشتي وتشارك تاعك الحشوه تاعو تكون مغطي والعجينه تكون مغطيه، حليتي مربع حطي الحشو في الطرف تاع المربع وبداي تلفي لفي لفي كشغل عندك سيجار باه يجيك مرق من الداخل. من بعد اغلقي الطرف وحربشي منه من رقيهم في الوسط بومبي. هذو الحوايج راكم تعرفوهم ولكن معليش واحد يوصلهم بالصوت يعني ان شاء الله برك تفهمونا. حربشيهم تولي تشاركه، ومن بعد تشارك هذا نهضر عليه تشارك مسكر ولا تشارك مطلي. من بعد راكي حربشتيه حطيه بجهه، تسكلتي شكلتيه تشاركه حطيه بجهه، هذا راح نطيبو تشارك كعريان ولا مطلي. تشارك مسكر عفوا، تشارك العريان نفس الوصفه، عمركم لا تزيدوا فيها لا سكر ولا حاجه واحده اخرى، نفس الوصفه. هذه عن تجربتي، انه ديري نفس الطريقه تسكليها تشاركه. من بعد ولي بزاف ناس يقولوا لي كي نكون نقري يقولوا لي بصح ناقص حلاوه، نقول لك باللي حلاوته تكتشفيها في الحشوه وفي لاباط وفي كي حنرش السكر من الفوق. هنا كي تسكلتي حبه تاع التشارك اطليها بياض البيض كامل، وجهها بياض البيض، رمديها في الكاوكاو مطحون ومحمص ومغربل خشين. شوفوا شحال قلت من كلمه، محمص مطحون ومغربل، يعني ماشي درتو طحنتو من الروبو نروحو نديرو ديريكت، وراني نقول خشين على حبه، نحمصو ونطحنو ونغربلو في الصفايه خشينه، ندي غير ذاك الراس الخشين الرطب ندير به الحشو. انا لازم ماشي نروح نلون وبعد نبدا نخمم، لازم لي ننظم. راح ندير تشاراكي، ندير تشارك نسبق في الحشو تاعي، نحمص الكاوكاو نحي الرطب ولا ندير به الحشو، وذاك الراس الخشين نربحو للديكور. راني طحنت وغربلت هذاك الكاوكاو، دهنت حبه الشارك في بياض البيض، نروح نرمدها في الكاوكاو خشين ولا لوز خشين، نخليها تنشف السنيوه، ومن بعد باه نطيبها. شارك العريان يجي محبب، يجي يعني كما احنا نقولوا مخربش باللوز من الفوق، هذيك هي لو شارم نتاعو. تحبي ديريهم شاركات، تحبي ديريهم دي سيجار منهم من رقاق وفي الوسط بومبي، هذه طريقتي انا. كي يطيبوا يبرد
رشات خفاف بالسكري كلاص، ماشي تغمروه، خفاف رشات، وذوقوا الحبه ورجعوا لي الخبر. الفرينه حلوه، راه يجي عجينه حلوه، والحشوه حلوه، واللون راح يجي كيف فايتو في الحلاوه، عمره لا يجي صامت. عليه كل حاجه نديروا فيها السكر، وعلى ضمانتي وتقول لي امل انه ربما يجيني صامت ولا مسوس، راح يجي متوازن. ديريها وعلى ضمانتي على طريقتي هذه، عمرك لا زيدي ديك المغرف تاع السكر اللي زيديها، ما راح تنقص ولا تزيد، يجي في كيفايتو تاع السكر. هذا تشارك العريان، تشارك مسكر في تسكار وكيفاه، تسكار اللي تحيروا فيه بزاف. تسكار ما عليش احنا نوصلوا صوتا، ولكن نقول لكم باللون حوايج هذو لازم لهم تعلامه، لازم كاين واحد ليزاستيس ولا ملاحظات. انا نقول ماشي اسرار، انا نقول القطو انه اغلبيه نتاعو ملاحظات، يعني تشوفي وتسمعي احسن منه انه نقول اسرار. ماهوش اسرار ولكن ملاحظات فقط. هنا تسكار تاع الجارك تاعي عمري نسكره سخون، خليه يبرد، شد صاشي نغربل فيها السكر لداخل، صاشي نغربل فيها السكر زوج كيلو ولا، تغربلي ذاك السكر وتوجدي بول، تحطي فيه كاس ما زهر، مغرف فارينه، زوج مغارف سكري كلاص، زوج مغارف عصير ليمون. هذا هو الخليط تاع التسكار. تحركيهم بارد في بارد، جوزيهم في الصفايه، تغطسي فيهم التشارك تاعك. من بعد باه ما يدركش القشره هذيك لاكروت اليابسه، صفي في الصفايه كي تغطسي في ذاك السائل، صفي في الصفايه، من الصفايه باه تحطي في الصاشي تاع السكر وتقطريه مليح مليح، ومن بعد تلعبي بديك الصاشي، ما تبسيش بيدك، ما تسكرش بيدك، تلعبي مليح بديك الصاشي يشرب 10 دقائق، عاودي لعبي بديك الصاشي باك شغل يتلبس ما يتكسرش يعني بالحنانه. كاين قطوات لازم لهم العقل والصبر، اللي مقلق ما يديرش القاطو، يديرو يدقدقو، لانه كاين بزاف اللي يقراو عندي تقول لي كي تكون حاجه كيما هذه تقول انا ما نقدر لهاش، ولكن نروح معها بالعقل. هذا قاطو تحني عليه يحن عليك، رحتي معه بالعنف يقابلك نفس النتيجه. بالعقل بهذا تشارك، بالعقل غير بالصاشيد تروحي وتولي بالعقل، تجفيه تلبس 10 دقائق، عاودي له 10 دقائق، ومن بعد البسي الكون في يدك ولا صاشي، صاشي تاع السكر بسيها في يدك وسكري باه ما يقعدوش لي تخاص تاع يدك، نحي السكر الزايد ولا سكري الحبه تاع التشارك. التشارك التسكر تاعو عمره لا يقعد عليان يعني. خلوه دائما هو التالي، وإلا سكرتيه يقعد لك بالشهر، بصح واش ديري له؟ في بوخت مونجي مغلوقه، سكرتي تشارك ديريه في بوخت مونجي وغلقي عليه، إلا خليتيه للهواء تصيبي حجره، لازم لي في علبه محكمه الغلق. هذه الملاحظه الثانيه، راني نتكلم مع الناس اللي عمرها يعني ما ماشي عمرها ما خدمت الكاطو، راني نمد في ملاحظات قدره وحده مختصه ويخفاو عليها الحوايج هذو، نعطيكم في التجارب نتاعنا لانه نتعلموا من اخطائنا، حتى احنا ماكش اللي ورانا، ولكن انا نوريو للناس الحوايج هذو باه تنجحي فيهم، يقعد لك الكاطو تاعك طري. اذا مديت الحشوه تاع التشارك، طياب التشارك وتسكار التشارك، الطليه راكم تعرفوا يعني كل وحده دير الطليه نتاعها وتطلي التشارك نتاعها. تشارك العريان قلت ندير له غير اللوز وتدردري عليه شويه سكري كلاص وتحطيه في الكيسات وفي علبه محكمه الغلق، يقعد لك حتى لشهر طري. نروحوا الان بعد شفنا التشارك نروحوا للبقل. نعطيكم عجينه، انا في الحق ما نبدلش عجينتي، هي 4 كيلات فرينه، وتخيلوا فرينه مليحه، وكيله تاع السمن ما نخلط له والو، كيله تاع السمن، ذاك السمن نقصي منه غير شويه برك، حبه بيض، مغرف ملح، تخلطيهم مع بعض وتلمي بالماء دافي، بالماء دافي، اعطي لها ساعتين راحه، تقدري حتى ليله كامله في الفريجيتار. الصباح بدي تخدمي في عجينتك، تخدمي فيها وما تقولهاش المايزينا وما تخلوهاش معرضه للهواء، العجينه تيبس كي اللي تحل تحل في العجينه والطاقه مفتوحه، تقول لك سخانه وتفتح الطاقه، وراي تفتح في ديك العجينه ومست فيها كاع في الطابله، عجينه راهي تيبس راهي تقشقش، هذه فارينه وما، ومن بعد تبدا تكسر لك في تبدا تخدمي فيها. كي تكوني تحلي في الماشينه حلي في رقم واحد وعاودي عاودي عاودي حتى تشفيها ولا تليس، وما تقويش المايزينا، ومن بعد رقم ثلاثه، ومن بعد رقم خمسه، من بعد رقم ستة، رقم واحد ثلاثة خمسة بعد رقم ستة، تحلي لاباط تاعك عادي وتشربي بالسمن ما بين طبقة وطبقة السمن، عمركم لا تخلطوا هذوك الخليطات وديري الفارينة وديري الخميرة في بقلاوة العادية التقليدية، تقعد تقليدية ما تبدلش، معليش نديرو حوايج جدد وصح ماشي في التقليدي،
حوايج جدد في حوايج يعني دي غاتوساك بصح التقليدي كنتقد نشربها بالسمن وحده. من بعد الحشوه تاع البقلاوه بها كاين بزاف اللي تنحى لهم الفوقانيه على التحتانيه، هاو المشكل وين. هنا ندير كيلو تاع كاوكاو كيما شرحت لكم، كيلو كاوكاو الا كان اللوز، انا نبغي اللوز تاع القشور، كيلو تاع الا اللوز ما يتحمصش حذاري، الكاوكاو يتحمص كيما قلت لكم 100 درجه. عمرك لا تحمصي لوز البقلاوه ولا لوز تشارك، يقعد على حاله. يتحمص الكاطو اللوز تاع لي كاطو ساك. وين تنحمص اللوز تاعي؟ الا كان جديد تاع ذاك العام جديد ومندي، ماشي نحمصو نوريه للنار يعني نحيلو الميديتي برك. هنا الكاوكاو ندي كيلا كاوكاو تاع البقلاوه، نص كيلا سكري غلاس، ما تخل... ما تروحيش ديري سكر حرش تقولي ديو عليه، كيلا كاوكاو نص كيلا سكر رطب وما نديرش لي دام لافاني برك، ونشمخ بالمزهر حشوه ما تكونش جاريه. القرفه ما نديروهاش، كنا زمان نديرو القرفه، دوك نقول لكم علاه. اللي يبغي يدير القرفه في الحشو يتناول كاطو في ربع ايام ما يزيدش، لانه القرفه كي تطول في الكاطو الكاطو يبدا يدور. نستبنها ثلاث ايام ربع ايام الكاطو تاعي، بصح الكاطو تاع القرفه يفوت ربع ايام يبدا يدور يبدا يقدام. هذه عن تجربه، اللي يحب القرفه يدير كونتيتي قليله وياكلها فم فم، ربع ايام ما يزيدش يبدا يدور. واش نقصد بدا يدور؟ يبدا يدير فيه الريحه، يبدا يقاطو يبان قديم. لا هنا نحي القرفه كانت زمان نعوضها نديرها لافاني. هذه ملاحظه مليحه ويعطيك الصحه امل على الملاحظه. هنا نولي للبقلاوه، كيلا لوز نص كيلا تاع سكري كلاس، نشمخ بالمزهر حشوه ما تكونش جاريه، نفرشها في الطبقات الاول ولا اللي درتهم. انا ندير ست طبقات، نعاود نفس الكراس طبقات واحد اخرين، الطبقه التاليه ما نديرو لها والو، تكمليها ما تدهنيهاش، تقطعي بقلاوتك تقطعي كيما قطعتيها قطعيها، روحوا للمسطاره عبري بالمسطاره، معليش ديري حسابات وحسبي بالمسطاره، تتعلموا فيها. هذه بقلاوه العيد ما كاش ماكش حتخدميها كومونت للناس، كيما درتيها ديريها اتعلمي فيها وقطعيها. بعد رشقي هذيك الحبه تاع اللوز بياض البيض وتشدي السمن وتدهني بقلاوتك وتغطيها بالصاشي ماشي بالسربيته، لانه كاين واحد المتربصه عندي العام اللي فات هدى كملت بقلاوتها وخدمتها كيما خدمتها لها وخلتها برا عريانه كيما راهي للهوا، للصباح كي طابت يبست. ها المشكل وين؟ البقلاوة التقليدية لازم تبات بها الطيب. هذه الملاحظة أنا على قلتها لكم استفدت من هذه الطفلة، إنه البقلاوة العادية كي تكمليها غطيها بصاشي دهنيها وغطيها وقطعيها غدو مذاك طيبيها ما يصرالها والو. من الأحسن طيب عند الكواش تجي بقلاوة وبقلاوة، معليش ما قدرتيش تديها برا طيبيها في الدار بالعقل نار قليله وراكي تقلبي فيها حتى تشفي فيها طابت. البقلاوه درتي سنيوه صغيره قد الكاوكاو قد العسل، نروحو نتكلموا على نص متر، نص متر تدي 3 كيلو كاوكاو 3 كيلو عسيله. البقلاوه الكبيره تاع متر 5 كيلو عسل في 5 كيلو تاع لوز. السنيوه غير صغيره معليش نروحو الكيلو كيلو ورطل تاع عسل شربي وشوفي دوك كل وحده وكيف رايحه دير، معليش ديرو غير سنيوه صغيره. عسل البقلاوه ما ينخدمش في الدار ينشرى من برا، عسل المقروط ما ينخدمش في الدار ينشرى من برا، القريبش كيف كيف. عسل يكون ثقيل سخونه البقلاوه والعسل بارد، عمركم لا زيدوا المزهر في العسل ما نزيد ولا اضافه، تعسليها وما تقطعش في نهارها. اللي بغى بقلاوه تاعو تاع العيد تقعد له مده طويله واش يدير؟ ما يتقطعش، طابت تعسلت قطعي واش تسحقي ودسيها غطيها بصاشي. ولكن كاين واحد الخطوه تندار، سنيبتك راهي محطوطه، شديري لها شدي كيلة تاع الجليكوز ونص كيلة عسيله يسخنوا فوق النار، كيلة جليكوز نص كيلة عسيله يسخنوا فوق النار، تدهني بهم كامل وجه البقلاوه كي طيب كي تبرد. هذه تمنع الرطوبه، الجليكوز ما يخليش الرطوبه تدخل للبقلاوه، يحافظ على البقلاوه وتتغطى. من بعد كي نسحقها نقطعها، كي تقطعوها تنشف، بصح كي تقعد في سنيوتها تقعد محافظه على العسل حبه تشد حبه. هذه فقط كملاحظه لانه جاتني واحد الاخت البارح للخميس كنت نقري مرا ما نعرفهاش ونحكي لكم عليها، وقالت لي بلي وليدها في العسكر
وليدها دارت له البقلاوه، كي بعثت البقلاوه تاعها داتها الكواش الطيب طول عليها ما طابتش في نهارها، وليدها غدوه من ذاك راح ما داش البقلاوه معاه. قالت لي اني حابه نخبي له ذيك البقلاوه باللوز دارتها، حابه نخبيها لوليدي كي يعاود يرجع واش نديرها. عطيت لها هذه الطريقه يعني كيما راهي، لقى لي كوز مع العسل ويتخبى. هذه فقط جاتني يعني كفكره ملاحظه الاخت يوم امس. هذه هي الوصفه تاع البقلاوه. تهنينا من البقلاوه. كاينه واحد الاخت اتصلت بيا يوم الامس، موافقه يعني مستمعه وفيه، كيف سد لكم القاطو في العيد؟ يخسر يخسر القاطو في العيد. هذه دنيا يعني انا وموافا يخسر لي القاطو، يتفتت كاش منتوج ماشي مليح، كاش زبده، كاش فارينه، كنت عيانه لربما، كنت مقلقه، تصرى يخسر كاش قاطو. قالت لك بلي بنتها دارت تشارك وما شاورتهاش، معليش ما تسقيش على بنتك، وجاها الحشو يابس، القاطو قاع يابس، طحنت لك القاطو، معليش اطحنيه. هذاك القاطو اللي خسر لكم تعاودوا تحمصوه في الكوشه تطحنوه، من بعد كيليه ترجعيه بنيون، كيلي هذاك القاطو اللي طحنتيه، ديري له كيله تاع الكاوكاو محمص ومطحون، كيله تاع الجلجلان محمص ومطحون غبره. طحنت هذاك القاطو اللي طاب اللي خسر ومحمص، ندلو كيله كاوكاو محمص ومطحون خشين شويه، نرميلو مثلا نقولوا نص كيله جلجلان محمصه ومطحونه، نرميلو زوج مغارف تاع زبده طريه، ندلو شويه تاع المعجون، وندلو شويه تاع حلوة الترك، ونبسسهم مع بعض، نخلطهم كاع مع بعض مع مغرف لافاني، ونضيف لهم صلصه الكراميل، صوص كراميل يجي كاينه في القرع، واحد الربع مغارف ولا ثلاثه، ولا ما عندكش روحي لديك الكراميل يجي في الفلو تاع رمضان، هاي كاينه كي يلمها بالبواطات، ديري زوج بواطات تاع صلصه الكراميل، وخلطي مليح مليح من الفوق للتحت. قلت كاوكاو والقاطو اللي حمصتيه وطحنتيه اللي خسر لك، جلجلان محمص ومطحون غبره، شويه تاع حلوة الترك، زوج مغارف ولا ثلاثه تاع زبده طريه، شويه تاع المعجون، وبسي مع حلوة الترك بسيهم مليح، بسيهم مليح مليح يرجع بنيون. انا قلت كيله كيله ديروا غير شويه شويه، بسيهم مليح 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 وطميهم بالعسل، ينطموا بالخف، بعد اللي ينطموا ديري كرات طريين، ذوك الكرات فات رمديهم، روحي فمفم للكوكاو خشين بلا ما تلبسي حتى حاجه فيهم، بقاي في يدك وتعبزي في كف يدك حتى يتلبس داك الكاوكاو، من بعد خلي الحلوه تاعك تبرد وذوبي الشيكوله. تبعوني مليح، راح يجي كلاصاج فيريرو بصح طريقه واحده اخرى، راكي خلاص غمتيهم في داك الكاوكاو، لصق فيهم البنيوره طري، روحي مباشره ذوبي الشيكوله، ذوبوا الشيكوله واختاروا نوعيه مليحه كي تروحوا تشوفوا الشيكوله. بزاف ناس يقيسوا الشيكوله في العيد، ما طيحش فيها قطره ما يا ناس، قطره ما طيحش، البول ناشف، المغرف ناشفه، حمام مائي نار قليله، وكي تذوب ما تذوبش 100% فوق النار، ما تنحركش، تذوب نص ذوبان كملي يعني فوق الماء وحدك بالمغرف، حركي كي تذوب الشيكوله خلاص شدي ذوك الكرات وغطسيهم وحطيهم ينشفوا، راح يجي كرات كيما الفيريرو يعني كلاصاج فيريرو، برك هذا الكاوكاو ما يكونش في الشيكولا، يكون في حبه القاطو به البنيون يجي بنين، وهذا ما كان ديري في ليكيسات وانت استغليتي هذاك البنيون تاعك اللي اخسر. هذه ملاحظه.